يشرفنا الآن من نيويورك الأستاذ أحمد محارم الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ أحمد، نسعد بانضمامك إلينا. قل لي أولا، ما هو انطباعك عن جي دي فانس؟ طباع يتفق مع أن العالم كله عنده عجائب الدنيا سبعة، أمريكا نسينا أنها عجيبة الدنيا الثامنة. الفرق بين السبعة دول أنهم ثابتين حجر، لكن أمريكا عجيبة كل يوم عندنا عجب بيحصل فيها. إيفانس شاب عنده 39 سنة، لما يكون على النقيض من ترامب وألف كتاب، الكتاب كله كان بيهاجم ترامب شخصيا وتصرفاته، وهو شاب طموح وجاء من بيئة متواضعة أو فقيرة يدعم الفقراء من العمال والفلاحين، وبالتالي الخط بتاعه يعني شوية المفروض يكون بعيد عن خط ترامب. ولكن لما سئل ترامب ازاي الراجل ده كان بيهاجمك وانت اخترته ورشحته يكون النائب ليك ويكون ده مستقبل امريكا، قال لهم هو كان بيهاجمني لما ما كانش بيعرفني، بس لما قرب مني عرفني. وبالتالي احنا امام مجتمع امريكي متحرك من يوم ليوم ومن لحظة لحظة، والحقيقة الشعب بيقبل هذه التغيرات بشكل يعني يحتاج لتفسير نفسي. لكن هو شاب طموح واختيار ذكي جدا من ترامب ان يختاره في هذا التوقيت ليضمن اصوات الناس اللي بيعتبروا ان ترامب بس بيعمل الاغنياء وللاثرياء. هناك من يتكهن بان ديفانس سيكون الرئيس المقبل للولايات المتحدة الامريكية بعد ترامب لثماني سنوات، استاذ احمد، مكرسا تسيد الحزب الجمهوري لذروة السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة. تتفق مع هذا الطرح سيدي؟ بشكل كبير اتفق معاه، لانه من الذكاء الحاد من ترامب ان هو جزء كبير من الشعب الامريكي سأم من الرئيسين لتقدمهم في السن، فحب يضرب 100 عصفور بحجر ان يجيب شخص بكل هذه المواصفات يجتذب حواليه الطبقة المتوسطة والناس الطامحين، وهو نموذج حي للشباب الامريكي الطامح. وفي نفس الوقت ده وعد من الرئيس الحالي انه في المستقبل القريب هيكون عندكم رئيس، اذا كان هو نائب رئيس حاليا، هيكون رئيس شاب يقود امريكا الى مرحله جديده. بدل ما اوروبا اصبحت عجوز، امريكا لا يمكن ان تكون عجوز وسوف تستمر شابه. فانا اتفق مع هذا الراي تماما. لاحظت طبعا الاستقبال الحافل الذي هيئ لدونالد ترامب بأذنه المصابة، أذن مبروكة يا أستاذ أحمد، ستقوده إلى البيت الأبيض على حصان كفرسان العصور الوسطى. هي مبروكة على كل المستويات، لكن لو خدناها من باب التندر إنه هو دلوقتي لو قعد في اجتماعات مع رؤساء ولا في مجلس الأمن ممكن يعتذر ساعات يقول ما سمعتش على أساس ودني مصابة، يعني هتكون بالنسبة له طريقة يعني. نعم، أو أن يقول على سبيل المجاملة لأحد الرؤساء مثلا أحبك كأذني السليمة. صحيح، الحقيقة اللي حصل ده يعني شيء يجسد إن أمريكا دي بلد العجائب. صحيح. أستاذ أحمد، الحزب الجمهوري في مؤتمره بدأ وكأنه لا يهيئ لانتخابات نوفمبر، بدا وكأنه يحدد أجندة ترامب لأربع سنوات رئاسية مقبلة. الحقيقة أن الشارع الأمريكي بل كمان العالم بعد الحادث ده وبعد اليومين اللي فاتوا من التواجد بتاعه في ويسكونسن وتعيينه للنائب بتاعه، بدأوا يتعاملوا مع ترامب على أنه الرئيس، ويبدو كمان في الخطاب بتاع فانس النهارده انه هيكون بيتكلم كنائب رئيس. يعني احنا في مرحله انتخابيه، احنا حاجه زي ما يكون في امر واقع بيفرضوا التعاطف الكبير اللي حصل مع جزء كبير من الشعب الامريكي بعد حادث يوم السبت الماضي. بالمناسبه استاذ احمد، ما هي مواقف ديفانس من العرب، من القضايا العربيه؟ اعتقدش ان كان في يعني فرصه متاحه سابقا ان يكون عنده موقف محدد، لأنه ما كانش قريب جدا من السلطة، كان من عن يعني حزب عضو في الكونغرس عن ولاية أوهايو، شاب طموح عمل كتاب انتقاداته كانت لترامب. لكن أعتقد هو في الغالب اللي قالوا عنه ترامب هو اللي هيجسد الحقيقة، أنه هو ماشي على نفس الخطوات بتاعته. إذا كان ترامب في مرحلته القادمة هيمشي على نفس أسلوبه اللي كان بيتعامل بيه مع العرب إجمالا ومع منطقة الخليج العربي ومع الشرق الأوسط، أعتقد ممكن ترامب القادم هيكون مختلف إلى حد كبير عن ترامب السابق،
لمسببات وأسباب إقليمية ومحلية، وهو عايز يعيد صورة أمريكا بشكل أفضل مما كانت عليه. هو اتهم سابقا بأنه كان عنده أسلوب ترمبوي وعنده أسلوب عفوي، وأن أمريكا أولا واللي ما يدفعش ما يلزمناش والناتو ما يلزمناش والكلام ده كله. لا، أعتقد في المرحلة القادمة في تغيرات حاصلة في أوروبا، في رئيس إيراني جديد انتخب، الصراع العربي الإسرائيلي يشكل صداع لأمريكا مزمن، يحاول من كل هذا الجديد أن يكون صفحته مع العرب ومع منطقة الخليج ومع الشرق الأوسط ممكن تكون مختلفة لصالح أمريكا أيضا ولصالح إسرائيل. ومن ثم إحنا هنشوف توجه ترامب القادم إيه. تقريبا ده اللي هيكون توجه إيفانس، بس حاليا ما نقدرش نقول هو علاقته مع العرب إيه أو رأيه إيه. كل الرؤساء اللي بيجوا ونوضهم بيدعموا إسرائيل، لكن البعض منهم بيكون على يعني قدر المساواة، لا يمشي للعرب بل تطلع علاقته معهم جيدة اقتصادية وسياسية. أخيرا أستاذ أحمد، بنيامين نتنياهو وهذا رجل نعرف انتهازيته جيدا يحاول إصلاح ذات البين مع دونالد ترامب، يفلح في رأيك؟ نتنياهو ماشي بالأسلوب الابتزازي السياسي وعنده على كل لون باتيستا وبيغير فيشة الكهرباء. لمن لا يعرف الباتيستا نوع من القماش عادة ما يستخدمه متواضع الحال. تفضل سيدي. صحيح، أشكرك على التوضيح يعني، ولكن يمكن احنا من الجيل اللي عارف الباتيستا. اعتقد هو ترامب بالنسبة لبنيامين نتنياهو هو الحصان الرابع وهو الأمل، هو طبعا اللي خدمه زمان لما كان في البيت الأبيض، وهو الوحيد الرئيس الأمريكي اللي نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس. بس ترامب القادم هيكون إلى حد ما في نوعية من الاختلاف، لأن إسرائيل وضعت أمريكا في خلال الحرب اللي بقى 10 شهور وضعت أمريكا في موقف حرج جدا أمام شعبها وأمام ضمير العالم. أعتقد ترامب هيكون عنده من الحصافة أن يجامل نتنياهو في الحدود اللي هي الاستراتيجية الطويلة الأمد اللي ما بين الدولتين، لكن هيكون عنده نقاط محددة أن الشرق الأوسط الصراع ده لازم ينتهي، وهيكون ده أحد نقاط قوة ترامب القادمة، مش هيكون مندفع زي ما كان بايدن مندفع. سيد الكريم، شرفنا بك. الأستاذ أحمد محارم، الكاتب والمحلل السياسي من نيويورك.